سلام، اهلا بكم. في هذا الدرس سوف نتعلم عن الدوايل. دونك عرفنا الفور، عرفنا الوايل، دونك الدوايل. الدوايل هي نفس الشيء، تعمل نفس عمل الفور وتعمل نفس عمل الوايل، ولكن طريقه تاع لا ديفينيسيون، طريقه التعريف تاع الفونكسيون هذه تختلف. يعني هنا في الوايل كيفاش كنا نحيو هذه الفور، هنا في الوايل كيفاش كنا نخدمو بهذه الطريقه. دونك في الدوايل واش هو العكس، عملية عكسية. يعني لا كونديسيون يجي هو الاخراني، هنا كونديسيون يجي هو الاخراني، وهنا نقولو له دو، يعني اعمل لنا هذا الشيء. يعني واش كاين في هذا كاع لي زاكولات، عفوا دونك هنا نجيو هنا ديرو فاريزون وخذ فوالا. دونك هذا هي طريقة دوايل. يعني دوايل واش دير؟ دوايل يعني دو، يعني اكزيكيتي لنا الكونسول هذا، الميساج هذا، ابري انكريمونتي الاف ديما يكون هنايا، من بعد اكريمونتي الاف، ومن بعد ابري يجي فيريفي الكونديسيون. دونك حتى يعمل لاكسيون بعد يفيريفي الكونديسيون. دونك كي نجيو نكزيكيتيو نفس الشيء، يعني حتمدنا نفس الشيء. هاي فروم 3 فوا، علاش 3 فوا؟ لانه راح يبدا من الان. يعني كي نجيو نتبعو البروغرام تاعنا الديبوغر، يعني نفس الشيء ديبوغر. نجيو هنا الكونسول، كونسول هو هنا بوينت هنا على الكونسول، الاف راهي ان، يعني ما راحش يافيشي، ما يفيريفي حتى كونديسيون او افيشا. ومن بعد ابري يزود الاتولي دو، يعني الاف شحال اصبح؟ 2. الاف 2 درك يجي هنا 2 اقل من 3، نعم كونديسيون فيريفي، يعاود ينتقل الكونسول، يعاود يافيشي انكريمونتي الاف ولا 3، 3 اقل منه يساوي 3، نعم تحقق الشرط، يعني يعاود يرجع للدو لاكسيون، يعاود يكزيكيتي، يزيد ينكريمونتي الاف، شحال الاف تولي؟ الاف تولي 4. درك 4 اقل منه يساوي 3، لا درك هنا راح يخرج من لابوكل، ما راحش يكزيكيتي لنا هذا لاكسيون هنا. فوالا خرج انتهى، نعم هنا ديبوغر انتهى، قالك هنا فينيشت، يعني انتهى ديبوغر. دونك هذه هي عملية الدوايل. يعني الدوايل هي العكس تاع الوايل، يعني اعمل لاكسيون اكزيكيتينا واش كاين في البلوك تاع دو، ابري تحقق من الشرط، وهنا الكونديسيون يبقى هو نفسه. نفس الشيء يعني نقدروا نحطو ان نوتر وايل، باغ اكزومبل نجيو هنا نحطو ان نوتر وايل تخدم الانتيريور اكزوم كوم سا. يعني كيفاش نقولو ايشي وايل داخل وايل، يعني سا مارش. يعني جوست هنا نبدلو الاف تولي جي، نبدلو لانديز جي باغ اكزومبل جي ايشي جي بلاس بلاس، لا نحيو هادي الفور، نحطو غير جوست الوايل. دونك هنا يجي يعني نفس الشيء، يعني هنايا تقدر تقول دو وايل وداخلها ان وايل. كيفاش تصرى العمليه هذه؟ يجي هو اكزيكيتي لا بروميير دي شوز، اكزيكيتنا الكونسول هذه وينكريمونتي، ابري زيد يجي واش يلقى هذا، تقدر تحطو جلوبال، تقدر تحطو لوكال، تقدر تحطو جلوبال، يعني ها فاريابل هنا هذا كيما تحب انت، يا تحطو من هنايا ولا من هنا، سي كوريكت، ما كانش سي جوست ورني، هو من المستحسن نحطوه هنا. دونك يجي هو هنايا وايل اكزيكيتي، من بعد يكريمونتي، من بعد يزيد يجي الدوايل، نفس الشيء يعني فوالا. ما نشوف، لكن هنايا باش نشوفو لا ديفيرونس لازم نقولو ايضا اتش بي افاك فايزا كوم سا، راح تبان العملية بوضوح. يعني اكزيكيتي لنا الأولى، يعني يجي هنايا الدوايل يتحقق من الشرط كونديسيون ينكريمونتي، عفوا ينكريمونتي، ابري كي ينكريمونتي يجي يلقى النوتر، النوتر هنايا واش هو؟ هنا يلقى النوتر وايل، في هاد الوايل واش هي؟ يقعد يبوكلي يتسمي اغاك يتسمي اغاك يتسمي اغاك، يعني يقعد يبوكلي حتى الكونديسيون تاع الوايل ما يتحققش، يعاود يخرج يعاود يخرج يلقى الكونديسيون، يعاود يفيريفي الاف كومبيان كانت ا ينكريمونتي تولي دو، دو اقل من يساوي 3، نعم كونديسيون فيريفي، عاود يكزيكيتي واش كاين هنا دوزيام هنا، بعد ابري يلقى
وايل يقعد يقولك لي 3 فوا اللي هو هذا نفس الشيء. يعني كون نديرو بريك بوينت اكزيكيتيف ديبوغر راح يعطينا نفس الشيء. فوالا يجي هنا انكريمونتي، يجي هنا يقعد يقولك لي، يعاود يخرج يعاود يفيريفي كونديسيون، يطلع يقعد يقولك لي، يعاود يطلع الدو وايل. الدو وايل الاف دوفيان دو، بعد ابري اكزيكيتي لنا هاو اكزيكيتيها، بعد ابري يجي يدخل الواي، الوايل يدخل يقعد يبوكلي في الوايل، فوالا يقعد يبوكلي في الوايل حتى الكونديسيون اللي مش فيريفي يخرج، هاو راح الوايل. الاف راهي شحال الاف؟ الاف راهي 3، 3 اقل من 6 3 نعم، عاود يطلع لهنا يعاود يكزيكيتي لنا هاي افيشيها. بعد ابري الاف تولي 4 اف اي 4، بعد ابري خش للوايل عاود يبوكلي 3 فوا، 3 فوا في الوايل كيما عرفنا، 3 فوا ان فوا موش فيريفي يخرج، هاو خرج دوك يخرج فوالا خرج. بعد ابري الاف راهي 4 اقل من يساوي 3 لا راح يخرج ديريكتومون من لا جوجل وينتهي البروغرام. دونك هذه هي، يعني تقدر تلقى دو وايل داخلها وايل، ولا الوايل تلقى داخلها دو وايل، وبيا تلقى فوا. دونك سا ديبون واش نتايا حاب تيكزيكيتي. دونك هذا هو الدرس، خلاص الدرس عن الدوايل، الوايل الفور، هما يعملوا نفس العمل. فوالا نلتقي في دروس اخرى ان شاء الله.